أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ضيف سامراء. ضيفنا اليوم هو النائب عن اتحاد القوى العراقية أستاذ أحمد الجبوري. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك في ضيف سامراء. يا أهلا وسهلا يا مرحبا. أنت ضيف على سامراء أم ابن سامراء؟ نعم نتشرف أن نكون ابن سامراء. بداية، من هو أحمد الجبوري؟ نعم، يعني بدأ أن نحييك ونحيي قناة سامراء الفضائية وكل المشاهدين الكرام. أحمد الجبوري هو من أبناء محافظة نينوى، من مواليد 1972. دخلت الكلية العسكرية الأولى عام 91 وتخرجت منها. أنت من أي منطقة من الموصل تحديدا؟ أنا من منطقة جنوب الموصل وتحديدا ناحية الشورى قرية السفينة، من مواليد 72. دخلت الكلية العسكرية الأولى في بغداد عام 91 وتخرجت منها ضابطا في الجيش العراقي، وبقيت حتى احتلال العراق عام 2003. في احتلال العراق، أو بداية، أنت أكملت الابتدائية والثانوية في الشورى؟ نعم نعم، في ثانوية تلو الناصر للبنين. نعم، إلى الاحتلال أنت برتبة؟ يعني أنا كنت على أبواب رائد، يعني كنت نقيبا ويفترض أن أترقى برتبة رائد في تموز 2003، لكن الكل يعلم أن الاحتلال كان في 9/4، يعني سقط النظام في 9/4. طيب، أنت قبل هذه خدمت في الموصل أم في غير مناطق؟ يعني في كركوك، في الموصل، في يعني وحدات مختلفة، في سنجار، يعني آخر وحدة كان في مدرسة الحروب الجبلية وحرب العصابات في سنجار. يعني الآن أنت تحارب جبلي؟ يعني أنا كنت معلم في مدرسة الحروب والحروب الجبلية، لكن إذا اضطر الأمر فأمر طبيعي. يعني من المؤمل أن تشارك أنت في معارك الموصل المرتقبة القريبة؟ يعني هذا اختصاص، يعني هذا واجب أعتقد، وإذا إن شاء الله يعني ننال هذا الشرف في تحرير أرضنا وكل التراب العراقي، ليس فقط نينوى. جميل. أنت بعد 2003 بقيت في الجيش؟ لا، نحن تم تسريحنا في الجيش، و يعني تم تسريحنا، ولكن في نهاية عام 2005 عدنا إلى وزارة الداخلية. كما تعلم يعني نينوى تعرضت إلى ما تعرضت عليه في عام 2004 و2005 عندما سقطت المدينة بيد التنظيمات الإرهابية. ف يعني أهالي نينوى وتحديدا منطقة جنوب الموصل قد يعني تنظمت في قيادة شرطة نينوى من ضباط الجيش السابقين وضباط الشرطة، وقمنا باستعادة الأمن والاستقرار في محافظة نينوى عام 2005 إلى حد عام 2009. ترشحت إلى يعني البرلمان في عام. طيب، أنت من هذه من 2005 إلى 2009 بقيت في نفس الرتبة، كنت رائد أم؟ نعم، لا، أنا رأسا يعني تمت، يعني إحنا كما تعلم ضباط الجيش العراقي تم احتساب لهم الخدمة حتى 2005، يعني جاء قرار لأغراض الخدمة والتقاعد، وبالتالي في عندما تم تعييني برتبة رائد، ويعني استمرت هذه الرتبة حتى عام 2009. كما تعلم أنا بقيت رائد. إيه نعم، رائد. أنا كان يفترض أن يعني أن أن يعني أن أترقى برتبة مقدم، لكن هذا الأمر لم يحصل. أنا قمت بتقديم الاستقالة عام 2009 من وزارة الداخلية بسبب ترشحي لانتخابات البرلمان عام 2010. جميل. لكن برأيك اليوم أنت كان سلك الشرطة أفضل من عمل السياسة برأيك؟ هو أنا ضابط جيش وليس ضابط شرطة، وحتى نعم. يعني عملنا في وزارة الداخلية كان عمل قتالي وليس عمل شرطوي، لكن هذا الذي حصل. يعني نينوى عام 2009 و2010 كانت بعيدة عن العمل السياسي، حتى الذين مثلوها في تلك الفترة، يعني كما تعلم نينوى لم تصوت على الدستور، نينوى لم تشارك في انتخابات 2005 وإن كان لها مرشحين، كان هناك مقاطعة كبيرة للعملية السياسية. نعم، معروف هذا. وبعد ذلك يعني كان هناك توجه بأن يعني يكون هناك توجها لإشراك أهل نينوى في العملية السياسية من أجل
يعني الدفاع عن حقوقهم وكثير من الأمور التي يحتاجها تحتاجها المحافظة. أنت ماذا تهوى اليوم، العمل الجيش أم تهوى عمل السياسة، خصوصا أنت اليوم صار لك 5 سنوات بالسياسة؟ يعني هو بالتأكيد يعني العمل المهني، يعني الكل يعلم أن يعني الضابط هو مهنة كبيرة وهي قيادة الرجال، لكن أنا أتفق بأن يعني الضابط الناجح هو ناجح في كل المجالات السياسية التجارية الاجتماعية، لكن بالتأكيد أنا أحن إلى العمل العسكري وهذا واضح جدا يعني، ويعني إذا ما كانت هناك فرصة إن شاء الله في المشاركة في تحرير محافظة نينوى والمناطق الأخرى فبالتأكيد سنكون ضمن هذه الجحافل التي تشارك في تحرير نينوى. جميل. أنت سنة 2010 رشحت إلى الانتخابات. نعم. ضمن أي قائمة؟ ضمن قائمة القائمة العراقية في ذلك الوقت. في ذلك الوقت فزت بنسبة تقريبا كم من الأصوات؟ يعني أنا عام 2010 كانت يعني مجموع الأصوات بحدود 8800 صوت في تلك المرحلة في عام 2010. هذه كان الأصوات تؤهلك لأن تشارك في البرلمان في وقتها، أن تدخل البرلمان؟ نعم، يعني كما تعلم نحن نظام قوائم. نعم. فبالتالي القائمة العراقية حصلت على 20 مقعد في الموصل بس في فقط. الموصل نعم في الموصل، وأنا كنت أحد 20 الذين رشحوا. كان هناك يعني بعدي أيضا أكو يعني مرشحين فازوا يعني في بأصوات أقل من أصواتي. جميل. بالانتخابات الأخرى أيضا رشحت على البرلمان؟ نعم. ضمن أي قائمة؟ يعني قائمة ائتلاف العراق، يعني قائمة جديدة. أنا كنت رئيس القائمة في. أنت خرجت من العراقية؟ أنا لم أخرج من العراقية، يعني نحن في القائمة العراقية شكلنا كتلة وطنيون ضمن القائمة العراقية، لكن كان هناك توجه من قيادات القائمة العراقية بإخراجنا من القائمة العراقية، وبالتالي لماذا يعني ايش ما هو السبب؟ يعني القائمة العراقية هي مشروع وطني، نحن عندما دخلنا في القائمة العراقية كان مشروعا وطنيا وفيه مبادئ وفيه ثوابت، ولكن بعد أن أدركنا وفي وقتها جابت القائمة العراقية 91 مقعد. نعم نعم. بعدين هذا المشروع الوطني النبيل الكبير تحول إلى مشروع عوائل، يعني حتى أنه لم يتحول إلى مشروع طائفة، فكانت هناك عوائل في القائمة العراقية مثلا، يعني عوائل معروفة الكل يعلم القائمة العراقية من هي قياداتها في هذا الاتجاه، فنجد أن هذه القيادات أو هذه العوائل استحوذت على المشهد السياسي في التمثيل الحكومي في التمثيل السياسي، وهم مش الباقون. نعم، تم تهميش الباقي، وهم مشت كثير من يعني بدأوا أشخاص يخرجون من القائمة العراقية لعدم وجود عدالة سياسية، لعدم وجود نظام داخلي. ناقشت هذا الموضوع معهم مع هذه. نعم. العوائل. نعم، تم مناقشتها في أكثر من اجتماع، و لهذا تم إقصاءكم. قدمنا ورقة بأن القائمة العراقية بدأت تخرج عن مسارها الوطني، وهذا فيه إجحاف للجماهير التي انتخبتنا، وقدمنا مشروع ورقة إصلاح في ذلك الوقت إلى الدكتور أياد علاوي، وكانت موقعة من أكثر من 28 نائب. الموصل أغلبهم أم لا؟ لا، كل المحافظات، لكن من الموصل احنا كنا في ذلك الوقت بحدود 4 إلى 5 نواب. من كان معك في وقتها؟ يعني عبد الرحمن اللويزي، جمعة المتيوتي، حتى حسن الجبوري كان معنا. بعدين يعني هذا الأمر لم يحصل. في ذلك الوقت حصلت مسألة المشكلة، مشكلة نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي، فكان هناك اجتماع للقائمة العراقية واتفقنا على أن نقاطع الحكومة ونقاطع البرلمان. نعم، في جميع المستويات. نعم. وكنا موقعين على هذه الورقة، لكن فوجئنا بأن عدد من الوزراء لم يلتزم بهذا الأمر، بل أن قسم من الوزراء قام ب يعني أخذ إجازة حتى لا يشمل بالمقاطعة. ألا ترى أن فكرة الموضوع المقاطعة وكذا أصبح هذا روتين ممل أو نعم، أو كأنه ضحك على الذقن؟ نعم، في ذلك الوقت نحن كنا ملتزمون بما يمليه علينا قيادتنا،
لكن بعد انعقاد الجلسات نحن كنا مقاطعون، لكن تفاجأنا بأن السيد أسامة النجيفي يحضر الجلسات. في خلال هذا الاجتماع نحن طرحنا بأن تكون المقاطعة شاملة تشمل جميع الوزراء وبما فيهم السيد رئيس البرلمان، وطرحناها. يعني أتذكر أن اليوم كان يوم ثلاثاء، وقلنا لهم إذا يعني بقى الوزراء يعني مستأنفون لعملهم في مجلس الوزراء والسيد رئيس البرلمان مستأنف لرئاسة الجلسات، فإننا سوف لن نقبل بهذا الوضع، إما أن تكون المقاطعة جماعية حتى تعطي رسالتها، أو نعود إلى البرلمان ونقوم بواجبنا في هذا الاتجاه. تعتقد العراقية تعود أقوى مما كانت ربما بالانتخابات المقبلة أو لن تعود؟ لا، انتهت العراقية اليوم. يعني كل الشخصيات الطبقة السياسية اللي ظهرت اليوم واضح جدا، يعني هناك عدم ثقة، بل هناك يعني شعور كبير من قبل الشارع العراقي تجاه هذه الطبقة السياسية، ليست فقط الطبقة السياسية السنية وإنما حتى الشيعية وحتى الكردية. فاليوم يفترض أن تكون هناك تحولات سياسية جديدة بمعزل عن الطبقة السياسية التي هي فعلا فشلت في إدارة الدولة العراقية. جميل، أنت رشحت بعدين في ائتلاف العراق في هذه الانتخابات. نعم، في ائتلاف العراق. نعم، عن الموصل كم تقريبا كم صوت فزت؟ يعني احنا القائمة كقائمة حصلت على 45 ألف صوت، يعني تقريبا بهذا الحدود في الموصل. في الموصل أنا يعني أصواتي أيضا يعني زادت بعدد قليل بحدود 150 صوت، يعني 9000 أصور إلا 50 صوت. يعني حصلتم كم مقعد الآن في البرلمان لإئتلاف العراق؟ إحنا في حصلنا 5 مقاعد. ووزارة أو وزارتين؟ لا وزارة واحدة اللي هي وزارة البيئة، ومن ثم دمجت مع الصحة. الآن دمجت مع الصحة. نعم. لربما يعوضوكم بوزارة جديدة يعني. لا ما أعتقد، بالعكس. جميل، لكن الآن أنت خلال تاريخ أو مسيرتك النيابية كان عندك برز نجم الأستاذ أحمد الجبوري من خلال قضية الوقف السني. شنو مشكلتك ويا الوقف السني أو مع أحمد عبد الغفور سامر راهي؟ يعني ببساطة ما عندي مشكلة، بس هذا واجبي. نعم، النائب لما يعني أنت كنت عضو لجنة نزاهة، نائب رئيس لجنة النزاهة. نعم، نائب رئيس. يعني ما عندي مشكلة ويا أحمد عبد الغفور السامرائي، ولا عندي مشكلة مع أي شخص، لكن أنا يعني عملي جدي، لما يجيني ملف أتعامل وياه بمهنية، ويعني خلاص الموضوع يعني وصلت عندي ملفات ومشيت بيها لا أكثر ولا أقل. الاتجاه الآخر يعني ما رضى لهذا الوضع. من تقصد الاتجاه؟ يعني جماعة الوقف السني والآخرين فرادوا يسوون الموضوع وكأنه موضوع شخصي، أو يعني موضوع يعني ليش سني حاسب سني؟ بالعكس، هو الأفضل يجب أن يحاسب السني نفسه. فهذا الموضوع اللي صار أمر طبيعي، الملفات مشينا بيها وبالنهاية انحال الملف إلى القضاء، وموضوع طبيعي جدا. الآن أنت تابعت الملف إلى النهاية؟ يعني أنا حقيقة بين الحين والآخر يظهر موضوع الوقوف، و يعني وين الملفات؟ الملفات احنا حلناها كاملة إلى هيئة النزاهة، وهيئة النزاهة عرضت الموضوع على مجلس الوزراء، واللجنة الوزارية أثبتت بوجود مخالفات وهدر. كم قيمة الهدر؟ يعني نتكلم عن ربما على يعني أكثر يعني مئات المليارات. الدينار العراقي؟ نعم. مئات المليارات؟ نعم. يعني بس موضوع الاستملاكات اللي حصلت في ذلك الوقت، احنا خصصنا لهم في مرتين بحدود 600 مليار من خزينة الدولة دعمنا بها الوقف السني، وتحديدا هي كانت مخصصة لإعمار الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أبو حنيفة. هذه الأموال لم تستثمر في عبد القادر وأبو حنيفة، وإنما تم شراء أراضي في الصحراء وأراضي في أماكن أخرى بأسعار مبالغ بها بشكل كبير. هذا هو الأمر، يعني وكان هناك يعني فساد في ملفات أخرى لا أريد أن
يعني نستعرضها في هذا اللقاء. جميل. لكن يعني في تصريح كان في وقتها للدكتور احمد عبد الغفور السامرائي، كان في وقتها رئيس وقف السني، قال ان الدكتور ان الاستاذ احمد الجبوري طلب من عندي 7 مليون دولار وانا اسكر يعني القضيه. لا هو طبعا الموضوع شوف يعني هو هذا امتى ظهر احمد عبد الغفور؟ يعني ظهر بعد ان قمت باحاله الملفات. قبل احاله الملفات كان هناك يعني كان هناك لقاءات مستمره، وحضروا الي نواب واشخاص اصدقاء ومقربين، وارادوا ان يعني اقلق هذا الملف. وقسم منهم عرض علي اموال، ويعني في ذلك الوقت يعني طردتهم من البيت. فانا لما يعني خلصت الملفات، اكيد طبعا احمد عبد الغفور ايش راح يقول؟ يعني راح يقول انا هذا كلام ما له قيمه يعني، وبالتالي يعني الملفات اللي اظهرها احمد الجبوري لجنه النزاهه بالاجماع وافقت عليها، وكذلك ديوان الرقابه الماليه وهيئه النزاهه وافقوا، ومجلس الوزراء بالكامل يعني في ذلك الوقت وافق على عزل وعرض احمد عبد الغفور على القضاء. وتم عرض على القضاء؟ نعم عرض على القضاء والملفات لحد الآن. فالموضوع يعني أنت كنت سبب يعني الأول. إذا كان لقائك بخصوص الوقف السني فأنا ما عندي مانع أتكلم من الألف إلى الياء. لا إحنا وأتكلم بتفاصيل يعني إذا تريد يعني وإذا تريد حلقة خاصة أنا ما عندي مانع. لا نسوي لها حلقة خاصة. لا يعني إذا تريد، فأنا هذا الموضوع موضوع أنا ببساطة أنا قمت بواجبي. نعم. أما مالي أن الاتهام هذا أمر طبيعي. أنت السياسي دائما يتهم. أنت كنت السبب الرئيسي في عزله وإظهار كل الخفايا التي كانت في الوقف السني. السبب الرئيسي في عزل أحمد عبد الغفور هو فساده. نعم. وتجاوزه على المال وتجاوزه على أموال الوقف. نعم. وكما تعلم أن مال الوقف هو هذا مال أهل السنة جميعا، وأهل السنة الآن يعيشون في ضائقة، يعني أمة مشردة مهجرة، فيعني من المعيب جدا أن يتنعم احد باموال الوقف وهو واهل السنه هم في ضائقه كبيره، وكما يجري اليوم كما تعلم ماذا يجري باهلنا في المخيمات وفي النزوح. فامر طبيعي جدا يعني انا عندما اتصدى هو ببساطه انه هذا واجبي، اما لا توجد هناك خلاف شخصي بيني وبين احمد عبد الغفور، هو الرجال من محافظه وانا من محافظه. اما ما ظهر ما التقيت فيه بعد هذه الاحداث؟ لا اطلاقا اطلاقا اطلاقا، يعني حاولوا اشخاص ان يعني تتراضون؟ يعني مو هو شخصيا ما حضر، بس ارسلوا لي اطراف بان يعني هم طبعا الملفات مستمره، وانا ما اخفيك سر يعني انا متابعها. ويعني قبل حوالي شهر انا رحت للادعاء العام وتكلمت مع رئيس الادعاء العام وقلت انا مقدم ملفات وبها اثباتات، وانا لاحظت بان القضاء بدا يسوف هذه القرارات، وكان هناك قاضي متواطئ في هذا الشان تم إخراجه من المحكمة وعزله طبعا في ذا يعني قاضي معين لا أريد أن أذكر اسمه. جميل. يعني إذا هناك تحس أن من خلال هذا التحرك تحس أن اليوم هيئة أو لجنة النزاهة النيابية لديها قوة متنفذة أنها تستطيع تقديم أي شخص تثبت إدانته للعدالة؟ لا أي نائب، مو لجنة نزاهة، أي نائب. أي نائب هو لجنة نزاهة، أي نائب بموجب الدستور واجبه الرقابة ويراقب أي شيء يكون فيه هدر للمال العام، وهذا هو القسم الذي أقسمنا عليه أن نحافظ على أموال الشعب العراقي. فكل نائب يستطيع أن يحافظ على المال العام ويمنع الفاسدين من هذا الموضوع. جميل. احنا لربما في المرات القادمة نتحدث عن هذا في حلقة خاصة. يعني انا يعني انا حقيقة لم يعني من انتهى الموضوع والملف يعني احاول ان ابتعد عن هذا الملف ولا اعير له اهتماما، لكن عندما أسأل أجيب. يعني لكن ربما يعني احنا نخصص حلقة عن هذا الموضوع يعني في المرات القادمة إن شاء الله. أكيد ما أوعدك. ليش ما توعدني؟ يعني ما أعرف الظروف، أنا يعني أحاول أبتعد عن هذا الملف، خليه يمشي، لأنه لحد الآن هو في القضاء. نعم. فما أريد أن أثر بأي طريقة من الأخرى على القضاء في هذا الاتجاه. جميل جدا. الآن يعني بعيدا عن موضوع الوقف السني، لكن ننتقل إلى موضوع الموصل. أين كنت يوم اغتصاب الموصل؟ يعني أنا كنت في بغداد، ويعني كنا متواصلين مع الجيش والشرطة ومع أهلنا،
وكنا يعني متواصلين إلى الفجر، إلى أن يعني سقطت الموصل يوم 10 صباحا. احنا كنا متواصلين وكان معي معظم النواب، ما قدرنا نسوي شيء. حاولنا أن نتصل بالقائد العام، بنائب رئيس الوزراء، بوزير الدفاع، لكن أنت كنت أنا أنت عضو لجنة التحقيق بسقوط الموصل. أنا من طالبت بهذه اللجنة وأنا نائب رئيس اللجنة. جميل. إذن إحنا راح نتوسع بهذا الحديث. بما يعني الآن برأيك أنت قناعتك الشخصية، من هو السبب الأول في سقوط الموصل؟ شوف اليوم لما يعني نقول من هو المتسبب، هذا إجحاف. هناك عوامل وهناك أسباب. نعم. مباشرة وغير مباشرة، لكن نحن في التقرير وضحنا بشكل واضح هناك أسباب غير مباشرة أدت إلى سقوط الموصل، وكان هناك أيضا أسباب مباشرة في هذا الاتجاه. فالأسباب الغير مباشرة هي فشل المؤسسة العسكرية والأمنية، استشراء الفساد، عدم وجود خطة واضحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية. الموصل في نفسه كانت أيضا مظلومة حتى من الحكومة المركزية، تخصيصات قليلة إلى آخره. يعني لا، هذا ما تحس أكو إعمار بالموصل؟ لا، هذا الكلام مو صحيح. الموازنة موازنة نينوى كبيرة، لكن فشل الحكومة المحلية كان يعني هذا الخطاب هو نفسه خطاب الحكومة المحلية لما تظهر للجمهور بأنها هي محاربة. لا بالعكس، يعني التخصيصات كانت كبيرة ولكن نسبة الإنجاز كانت لا تتجاوز 20%. السبب هدر يعني بالمعرفة. لا مو هدر، بالعكس، لا مو يعني عدم إنجاز المشاريع. يعني أسباب كثيرة، ربما فشل، عدم وجود متابعة، عدم اتخاذ قرارات جريئة في يعني إنشاء مشاريع مهمة في المحافظة. إذن هذه من الآن الأسباب الغير مباشرة. الأسباب المباشرة، الأسباب المباشرة هي ما حصل يوم 5 إلى 10 حزيران. هذه أسباب مباشرة. يعني أولا الارتباك الذي حصل بالقادة الذين حضروا إلى مدينة الموصل، وعدم وجود يعني سيطرة. يعني هناك كان هناك خلل كبير في القيادة والسيطرة. من الذي يقود؟ الأوامر كانت تصدر من قائد العمليات المشتركة، من قائد القوات البرية، من قائد عمليات نينوى، وبالتالي حصل ارتباك ألم بالقيادة والسيطرة في تلك المرحلة. أيضا الموضوع الآخر خطورة الوضع الأمني لم تصل إلى الحكومة المركزية وتحديدا إلى القائد العام. يعني كانت التقارير التي تصل إلى القائد العام هي مضللة. منو كان يوديها له؟ مهدي يعني القراون؟ نعم نعم، قائد العمليات، مدير الاستخبارات. يعني يفترض التقارير تأتي من جهات متعددة ويتم مقاطعتها وبالتالي تستخلص من عندها الحقيقة. هذا الأمر لم يحصل. يعني الجيش العراقي كان يدار بطريقة ليست مهنية أو حرفية. هناك سلسلة مراجع، هناك غرفة عمليات، هناك تقارير ومواقف ترفع ومن ثم تمحص وبالتالي تعرض على القائد العام ويقرر حول هذا الموضوع. الموصل كانت ساقطة قبل أن تسقط بأكثر من سنة، والدليل على ذلك أن انتخابات مجالس المحافظات نعم. عام 2013 أجلت لمدة شهرين. نعم. ما هو السبب؟ لعدم استقرار الوضع الأمني. والانتخابات جرت يعني لم تكن هناك انتخابات كاملة، كثير من المناطق منعت من الانتخابات، ولكن الحكومة المحلية ومفوضية الانتخابات يعني ارتأت أن تكون العملية ناجحة وبالتالي الوضع الأمني مستقر ونجحنا في العملية الانتخابية، لأن الحكومة المحلية وتحديدا على رأسها أثيل النجيفي كان يريد أن يرسل برسالة بأن الانتخابات جيدة ونزيهة وشفافة طالما هو يستطيع أن يحافظ على بقائه في كرسي المحافظة. جميل، سننتقل إلى فاصل ثم نكمل. أحبتي الكرام، مستمرين معكم في ضيف سامراء في هذا الحديث الشيق مع النائب أحمد الجبوري بعد الفاصل.
مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم مستمرين معكم في ضيف سامراء. مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. اليوم برأيك يعني أو ألا تعتقد أن الخلاف كما قال أثير النجيفي الخلاف بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية هي السبب في سقوط الموصل؟ يعني هو هذا السبب أحد الأسباب. أحد الأسباب أن كان هناك خلاف بين محافظ نينوى والقائد المالكي وبين السيد المالكي أثير النجيفي والسيد المالكي. يعني يفترض حتى لو كان هناك خلافا سياسيا لكن السيد أثير النجيفي هو محافظ لنينوى، يعني هذه وظيفة حكومية، والسيد القائد العام السيد المالكي هو أيضا رئيس وزراء العراق وقائد عام للقوات المسلحة العراقية، وبالتالي كان يجب أن يبتعدوا عن خلافاتهم عندما يتعلق الأمر بواجبهم الدستوري والقانوني. عندما يكون هناك عدم وجود أمن في محافظة نينوى كان يفترض ووفق الدستور ووفق القانون أن يقوم السيد المحافظ بإخبار وإطلاع القائد العام بأن هناك عدم وجود قطعات كافية ونحتاج إلى مزيد من القطعات. هو يقول أنا بعثت برسائل وكذا يعني في وقتها يعني من يعني هل يعني إحنا يعني نتكلم بصورة، أولا هو لم يقم بإرسال كتاب إلى القائد العام. الدستور واضح جدا، كان يجب أن يتلافى كل المشاكل من أجل الموصل. نعم يعني عندما الخلافات الشخصية نعم يعني خلها أنا أختلف معك سياسيا بس أنا واجبي أن أوفر الأمن في نينوى، أن أخدم أهالي نينوى. نعم أن أخدم أهالي نينوى حتى إذا أنا عندي خلاف سياسي. أنا أختلف معك سياسيا بس هذا لا يمنع أن نتعاون من أجل المصلحة العامة. هذا الأمر لم يحصل، بل أن السيد النجيفي استفاد من أخطاء القوات الأمنية، من تصرفات القوات الأمنية، وبدلا أن يحاول أن يقلل هذه التصرفات أو يتم احتواء أو معاقبة المسيئين، بل بالعكس يعني بدأ يستفاد من زخم هذه الإخفاقات والتصرفات اللامسؤولة من قبل العناصر الأمنية بحق أبناء محافظة نينوى حتى يستفيد منها سياسيا وانتخابيا. وهذا ما حصل. قبل كل انتخابات تحدث مشكلة ويحاول السيد النجيفي أن يظهر الجيش بأنه جيش طائفي جيش صفر، يعني كان يتعمد. نعم يعني وهذا ما يعني أثبت جليا في اللجنة التحقيقية من خلال المواد الفيلمية والتصريحات والبيانات التي ألقاها السيد النجيفي على شاشات حتى بعد سقوط الموصل هو خرج قال اليوم الناس مرتاحة في ظل. نعم يعني هو كان يعني نتكلم بصراحة، نحن لا نعتب على الغراوي ولا نعتب على الآخرين الذين يعني ربما لم يكترثوا لسقوط الموصل لأنهم فاسدين وفاشلين، لكننا يعز علينا أن يكون أحد أبناء محافظة نينوى والذين تمنوه على أن يكون محافظا لهذه المحافظة أن يساهم في سقوط هذه المحافظة من أجل بناء مجد شخصي. إذن هو عندما تم اتهامه في بالأسماء اللي وردت في سقوط الموصل 35 يعني أنتم يعني ظهرت لكم الأسماء لكن لم تظهر لكم التفاصيل. نعم يعني كنا نتمنى أن يقرأ التقرير بشكل مفصل في مجلس النواب، لكن أنتم مرر مجلس النواب إلى القراءة. لا احنا اعترضنا على عدم القراءة وظهرنا في مؤتمر صحفي أنا وعبد الرحيم الشمري وعبد الرحمن. نعم. اللويزي، ويعني جهد اللجنة التحقيقية يعني ليعلم أبناء الشعب العراقي كان منحصرا في عبد الرحمن اللويزي أحمد الجبوري عبد الرحيم الشمري، كان في جهد اللجنة التحقيقية. وتعاملنا مع الملف بمهنية لسبب واحد، أن هناك دماء سالت في مدينة الموصل وأرض استبيحت، واليوم نحن أمة مهجرة. أنا من تقدمت بطلب تشكيل اللجنة التحقيقية بعد تشكيل الحكومة بأسبوع، لأن قبل تشكيل الحكومة لا يمكن، كان هناك. نعم. عدم قبول. نعم. ولكن بعد أن تشكلت الحكومة طلبت كان هناك قبول من السيد العبادي بخصوص لا ما له علاقة سيد العبادي، أنا جمعت 89 توقيع. نعم. لجنة التحقيقية سقوط الموصل في 15/9/2014، وكان هناك توجه لعدم إقرار هذه اللجنة، لكن مطالباتنا
داخل قبة البرلمان أجبرنا هيئة الرئاسة على أن يعرض الموضوع للتصويت، وصوت على تشكيل اللجنة أكثر من 200 نائب. جميل. وكنت أنا يفترض أنا أن أكون رئيس اللجنة، لكن كما تعلم التوافقات ذهبت رئاسة اللجنة إلى التحالف الوطني، وأنا أصبحت نائبا لرئيس اللجنة. وحقيقة هنا يجب أن أشيد بموقف الأخ حاكم الزاملي، كان يعني لم يدافع عن أحد ولم كان يعني سيد حاكم كان موقفه ممتاز. سيد حاكم كان يتعامل بمهنية، لكن كما تعلم نحن كنا معنيين بجمع الحقائق والبيانات والوثائق، ونحن يعني بذلنا جهدا كبيرا في هذا الشأن، وربما يعني التقرير سوف يوزع. سيحاكمون هؤلاء 35؟ يعني هذا يعتمد على القضاء العراقي، إذا كان هناك قضاء فبالتأكيد، لأن ما جرى في الموصل لم يجري في تاريخ العراق. جميل. لكن كان هناك اتهام واضح وصريح من السيد المالكي إلى السيد حاكم الزاملي، وقال كيف يتم تنصيب رجل عنده قضايا خطف وقتل وكذا. ما رأيك في هذه التصريحات؟ يعني أولا لما أنا تقدمت أن أكون رئيسا للجنة في بداية تشكيلها، الأخوة يعني جماعة السيد المالكي في دولة القانون رفضوا أن تكون رئاسة اللجنة من اتحاد القوى، لا أقول سنيا، وكان الاختيار على السيد حاكم باعتباره رئيس لجنة الأمن والدفاع. نعم. فأصبح يعني هم من اختاروا السيد حاكم الزاملي ولسنا نحن، بالعكس احنا كنا يعني احنا نريد الرئاسة إن على اعتبار ابن أبناء الموصل. الموصل. وأنا يعني حتى طلبت من الأخ الدكتور سليم الجبوري وكان متفهما، يعني حتى في طلب تشكيل من أعضاء نينوى، يعني اللجنة تشكل من نواب نينوى والكتلة الأخرى. وبالفعل احنا في اللجنة التحقيقية 12 نائب من نينوى. نعم، لأن أهل مكة أدرى بالشعاب. يعني هي احنا القضية نعرفها ونعرف كيف التفاصيل ونعرف من هو القائد الفاشل ومن هو الذي دافع. لكن اتهامات المالك كان هو يريد أن يدفع التهمة عن نفسه. طبيعي جدا. اليوم أخي العزيز، مو بس المالك انتقد اللجنة، حتى أثير النجيف انتقد اللجنة، ومتحدون انتقدوا اللجنة. هذا أمر طبيعي جدا. اليوم لما شخص تتضرر مصلحته أكيد يظهر بالتلفزيون ويتهم المقابيلة. إجاك اتصال من المالك من غيره بعد ظهور لجنة التحقيق من أثير النجيفي؟ بصراحة لا، أثير أنا ما عندي. أثير أنا 4 سنوات ما التقيته إلا بالتحقيق، يوم إجى على اللجنة التحقيقية. بيناتكم خلاف شخصي أم لا؟ بالعكس طبيعي. أنا يعني إحنا ما عندنا خلاف، بالعكس إحنا أثير النجيفي والسيد أسامة النجيفي كنا في قائمة واحدة عام 2009. نعم. ودخلنا شكلنا قائمة الحدباء ودعمناه لأن يكون محافظا، ودعمنا السيد أسامة النجيفي لأن يكون رئيسا لمجلس النواب. ولكن بعد تغير مواقفهم من القضايا التي كنا نحن من أجلها، قضايا من القضايا الوطنية للعائلية الوطنية، ما عدنا عائلية، احنا ما عدنا علاقات عائلية. لا أقصد القضايا العائلية اللي داخل القائمة العراقية اللي تحدثت عنها بالبداية. يعني هذا جانب، هذا موضوع القائمة العراقية، لكن السيد أسامة النجيفي وأثيل النجيفي كانوا يرفعون لواء عروبة نينوى والدفاع عن حقوق عرب نينوى. جميل. لكن بعد أن أصبح السيد أثيل النجيفي محافظا والسيد أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان، وبعد أن ولي السيد أثير النجيفي مرة ثانية محافظا لنينوى، كان الثمن هو عرب نينوى. واليوم كثير من قرى العربية في محافظة نينوى وكثير من الأراضي تم استباحتها من قبل قوات البيشمركة، وهذا الخطاب كان خطابا يخالف خطاب السيد أسامة النجيفي قبل أن يصبح رئيسا للبرلمان عام 2008 و9 وحتى 10. فالأمر كان واضح. إذن أنت ما التقيت بس في اللجنة التحقيقية؟ نعم، لم ألتقي به. السيد المالكي التقيته؟ السيد المالكي آخر لقاء كان عندما كان رئيسا للوزراء، كان هناك تدهور للوضع الأمني وذهبنا له من أجل إعادة، من أجل استصدار عفو عن الشرطة والجيش، منتسبي الجيش والشرطة في محافظة نينوى. هذا كان آخر لقاء، وعلى ما أتصور قبل الانتخابات بستة أشهر. برأيك اليوم سينجح سيد أثير النجيفي بإدارة الحشد الوطني يعني لتحرير الموصل؟ لا، فاقد الشيء لا يعطيه. يعني اللي ما قدر يحافظ على نينوى وهو محافظ هسه تاي يرجع يرجعه؟ لا، هذا هذه 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 فرية كبيرة، يعني كذبة. طيب كبيرة.
قضية القنصل التركي وأن القنصل التركي كان 24 ساعة في محافظة نينوى وكان هو علاقته طيبة في أثينا جيفي وكان هو من يدير كثير من اللعب داخل مدينة الموصل، ما صحت هذا الكلام؟ يعني واضح جدا يعني علاقة المحافظ كانت علاقة أكثر من متميزة مع الحكومة التركية وكثير من الأنشطة الاستثمارية والتجارية وربما السياسية حتى. هذا الموضوع لا يعنينا، ولكن ما يعنينا في اللجنة التحقيقية أنه عندما يعني حصل الانهيار في محافظة نينوى القنصل التركي لم يخرج من المدينة، وعندما يعني هذه معلومة لا يعرفها الكثير، يعني حتى سمعوا هناك اسم القنصل التركي لكن لا اليوم لا الكثير من الشارع العراقي ما يعرف. القنصل التركي يعني عندما حدث الانهيار الجهة المكلفة بحماية القنصل التركي قاموا بالذهاب إليه وأبلغوه بأن الوضع متردي وهناك انهيار، فأخبرهم بأنه يعني هذا الموضوع خاص بهم وهم يعلمون ماذا يفعلون وكيف يدافعون عن أنفسهم. والكل يعلم أن القنصل التركي والقنصلية التركية في الموصل بقت بحدود الشهر، وكانت هناك أنباء عن تم اعتقالهم من قبل تنظيم داعش، لكن التسريبات والتحقيقات أثبتت عكس ذلك، لم يتم اعتقالهم. يعني السيد القنصل التركي لم يعتقل من قبل داعش وكان يتجول بحرية في مدينة الموصل وفي منطقة معينة في 17 تموز، وكلما كان يثار على الإعلام هو موضوع من أجل عدم اشتراك تركيا في التحالف الدولي ضد داعش، كان هذا هو السبب، يعني سبب تركيا بأنها لا تستطيع الآن أن تشترك في التحالف الدولي لأن القنصل مختطف. يعني ما معنى هذا الأمر بهذا الاتجاه؟ وبعدها تم إخلاء سبيل القنصل، والكل يعلم أن داعش لم تخلي سبيل أحد، لم تخلي سبيل أحد من السياسيين من المرشحين. هم كانوا في وقتها 42 من البعثة الدبلوماسية. نعم يعني مختطفين وصار عليهم يعني الكل يعلم يعني اليوم عندما يعني مقدم برامج أو مذيع أو مصور تلفزيوني أو صحفي أو مرشح لانتخابات مجالس بلدية الحكم عليه من داعش معروف هو التصفية، فكيف التعامل مع سلك دبلوماسي تتعامل مع حكومة كفرية كما تدعي داعش؟ فالأمر واضح جدا، كان هناك يعني تسهيلات وأمور كثيرة ربما يعني يضيق المجال عن ذكرها. احنا الوقت يعني شارف على الانتهاء، لكن برأيك تحرير الموصل قريب سريعا؟ تحرير الموصل يعني طبعا هو من واجب الحكومة المركزية وأهل نينوى، لكن لحد الآن الحكومة المركزية متمثلا بوزير الدفاع ووزير الداخلية لا يمتلكون الخطة الكافية، أو ربما لم يستحضروا لحد الآن خطة تحرير نينوى. فحقيقة هذا الأمر يعني يقلقنا كثيرا. ما التمستون تعاون خصوصا خالد العبيدي من الموصل فريق رياض جلال توفيق ابن الموصل، يعني ما التمستوا تعاون من عندهم؟ يعني هو لما تم اختيار وزير الدفاع من الموصل السبب هو من أجل تحرير نينوى، لكن هذا الموضوع لم يحصل بعد مرور سنة. اليوم نحن شارفت الحكومة على السنة ولحد هذه اللحظة كم مدة توقع بعد؟ يعني إذا كانت هناك إرادة وعزيمة فتحرير نينوى هو أسهل من تحرير تكريت وأسهل من تحرير الرمادي وفي وقت قياسي وحتى التضحيات ستكون قليلة، لكن هناك قرار سياسي خارجي دولي بإبقاء داعش في نينوى كورقة ضغط أو ربما لتخادم المصالح مع جهات داخلية كإقليم كردستان مع جهات خارجية ربما تركيا أو أمريكا. جميل. أسئلة سريعة وعن مسميات سريعة، المجمع الفقهي؟ لا أعرفه. الآن أنت ما زرت أبدا؟ لا ولا أعرفه. يعني المجمع الفقهي أنا يعني أنا حقيقة المراجع محترمون كعبد الرزاق عبد الملك السعدي عبد الرزاق السعدي أحمد الكوبيسي معروفين رجالات، أما أنا يعني هناك أسماء في المجمع أحمد حسن الطاهر معروف الرجال رجل كبير ومحترم، أما الآخرين فهم يعني إن صح التعبير هم صبية قياسا إلى هؤلاء العلماء. جميل. الوقف السني الوقف السني الآن
الوقف السني يفترض أن يكون بيت لكل أهل السنة، ولا يجب أن ينحصر بحزب أو شخص أو عائلة. تعتقد أن الدكتور عبد اللطيف الهميم سيعيد للوقف السني هيبته بخلاف الباقين، أو ما أثير قديما على الباقين من قضايا فساد في الوقف السني؟ يعني نحن يعني لدينا ثقة كبيرة بالدكتور الهميم لما يمتلك من رؤية واستراتيجية، ونحن نسانده ونراقبه في أن يكون الوقف لكل أهل السنة بل لكل العراقيين في هذا الاتجاه. جميل جدا. حزب الدعوة، حزب الدعوة أعتقد أنه حزب فشل في إدارة الدولة العراقية، وعليه أن يعتذر من الشعب العراقي. أثيل النجيفي، أثيل النجيفي متهم بسقوط الموصل والتخابر مع داعش، ويجب أن يحاكم. المالكي، المالكي سيصبح نائبا في البرلمان الأسبوع القادم. هذه معلومة يعني جميلة، يعني هذه من خلال معلوماتك الخاصة أم سربت؟ واضحا واضحا واضح جدا عندما يقوم السيد حسن السنيد بتقديم استقالته، فلشغور مقعد يأتي به السيد المالكي ويتحول من نائبا لرئيس الجمهورية إلى نائبا في البرلمان. مش عن الجبوري، مثير للجدل. كيف؟ يعني مثير للجدل، هو شخصية عليه ملاحظات كثيرة، لكن يبقى هو صديقي. ها أنت علاقتك فيه قوية. نعم يعني. نعم. جميل جدا. أسئلة سريعة جدا، من هو أحمد الجبوري بكلمتين؟ صف نفسك. هذه أسئلة خارج عن السياسة، خلينا. أحمد الجبوري؟ نعم. أحمد الجبوري. لا، نريد أن تصف نفسك. خلاص وصفت لك نفسي أحمد الجبوري. أمنيتك خارج السياسة الآن دائما تشغل بالك. أن يعود العراق كما كان، هذه هي أمنيتي. الموصل بكلمات، أسيرة، هذه كلمة واحدة، وظلمت من أهلها قبل أعدائها. أبنائك بكلمات، أبنائي هم أتمنى أن يسلكوا الطريق الصحيح. بعيدا عن السياسة أم داخل السياسة؟ بعيدا جدا عن السياسة. ليش؟ متعبة السياسة؟ يعني السياسة فرضت علينا، نحن لم نتمناها، ولكن الظروف هي التي أقحمتنا بأن ندخل السياسة. النائب أحمد الجبوري عضو اتحاد القوى العراقية وعضو التحقيق أو نائب رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، كنت معنا في ضيف سامرة، شكرا جزيلا لك على الحوار الذي لا تنقصه الصراحة. أهلا وسهلا، يا مرحبا. وشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، نلقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل، لذلك من الحين أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. أهلا وسهلا.